اكشنلر مشاهدينا الكرام، او مساء الخير مشاهدينا الكرام من العاصمه القديمه لتركيا اسطنبول. نحييكم وهذه الحلقه الجديده من برنامج كافا دايز او على المقهى. نحييكم مشاهدينا الكرام في بدايه هذه الحلقات التي ستبدا من اليوم وحتى نهايه شهر رمضان المبارك. نكون معكم من اسطنبول خلال الحلقات القادمه من برنامج على المقهى. يوما ما كان السؤال الذي يواجه الاباء والامهات فيما يتعلق بتعليم ابنائهم هو اي خيار افضل، دخول المدارس ام الاكتفاء بالكتاتيب لمحو الاميه؟ تدور الايام فيصبح التعليم الزاميا فوق استقراره كثقافه مجتمع، فتتسع خيارات التعليم بين الثانوية أو التوجيهية قديما والتعليم الفني الذي كان أو بقي في حدوده الدنيا في نظرة المجتمع له، ثم يتعاظم دور التعليم الجامعي وتدخل عائلات الطبقة المتوسطة وما دونها في تحدي استكمال التعليم في الجامعات أم الالتحاق بالوظيفة. مع ترسخ ثقافة التعليم والشهادات صار السؤال أي يكتفى بالشهادة الجامعية أم بالاستمرار في الدراسات العليا؟ ولم يعد السؤال مقصورا على الفتيان، بل تجاوز هذا وزاحمتهم الفتيات في سوق التعليم على كافة المستويات. المنافسة صارت شرسة والعالم الآن انفتح، وكذلك لم تعد الحدود صارمة كما كانت قبل ذلك. فظهر السؤال الجديد، ما قيمة الشهادة التي تحملها؟ وما تصنيف جامعتك دوليا؟ وما مدى الاعتراف بعلمك وشهادتك؟ وما فائدة ذلك كله من حيث قربه أو بعده عن سوق العمل؟ خاصة وقد علم السائل والمسؤول أن أعلى جامعات مصرية تحتل مراكز متأخرة جدا في تصنيف أو التصنيفات المستقلة للجامعات. بعد قرار الحكومة التركية الأخير بتسيير استقبال أو بتيسير استقبال الطلاب المصريين في أي مرحلة من مراحل التعليم في تركيا، كان لابد لنا من هذا اللقاء الذي يجمعنا مع عدد من الطلاب المصريين الذين جاءوا هنا إلى تركيا منذ فترات، بعضها طويل وبعضها الآخر قصير، بغرض الالتحاق بالجامعات التركية والتعلم فيها. معنا محمد حجازي وهو أحد الطلاب المصريين المقيمين في تركيا ويدرس ماجستير في إدارة التطوير. معنا كذلك فاطمة سعد وهي أيضا تنهي منحة ماجستير في التاريخ العثماني في جامعة اسطنبول. أهلا وسهلا بك يا فاطمة. أهلا وسهلا بك محمد. معنا كذلك الحسين الصنهاوي وهو يدرس اللغة التركية من أجل منحة الماجستير في المحاسبة والمراجعة في جامعة اسطنبول التجارية. أهلا وسهلا بك يا حسيني. وكذلك محمد اللبان وهو يدرس منحة ماجستير في الإعلام الجديد في جامعة قدير هاس. اهلا وسهلا بكم جميعا في اول حلقات على المقهى من اسطنبول. بدايه كل عام وانتم بخير بمناسبه رمضان. من اول ما جيت وانا حاسس ان رمضان هنا صعب للغايه، حاسس ان الصيام بدا يعني شويتين وهيخش كاضراب عن الطعام. الصيام هنا 18 ساعه تقريبا. كلمونا على اجواء رمضان قبل ما ندخل في الحلقه، كالتعليم وظروف التعليم وظروف الالتحاق. وبداية نرحب بكم الأول في اسطنبول المدينة الجميلة اللي احنا قاعدين فيها، وطننا الثاني. بخصوص رمضان يمكن كان في أكثر من اختلافات أساسية طبعا. الاختلاف الأولي هو الوقت والتوقيت، يعني احنا في اسطنبول بنصوم حوالي 18 ساعة، أعتقد في مصر الناس بتصوم حوالي 15 ساعة، يعني أنت ممكن تجمع في الآخر خالص الثلاث ساعات الزيادة دول يوميا تلاقي نفسك صمت في آخر رمضان 33 يوم مش 30 يوم. ده يمكن اختلاف أولي. الاختلاف الثاني هو اختلاف الثقافة. يمكن احنا متعودين في مصر بقى على رمضان والزينة والفوانيس، إنما هنا في اسطنبول ما تحسش، تحس إن رمضان هي أجواء عادية. طيب، ما تختلفش كتير عن أجواء مصرية. طيب، ده بالنسبة لك نفس الكلام يا فاطمة ولا الأمور مختلفة شوية؟ أنا عايز أسمع منكم إجابات مختصرة عن رمضان، هنتكلم بالتفصيل عن حياتكم في تركيا، لكن اسمع منكم اجابات مبدئيه عن رمضان ومشاركه. انا يمكن عشان الفتره اللي قعدتها هنا اطول، فهو لا بالعكس انا حاسه ان رمضان هنا مختلف. هو طبعا مصر ليه اجواءه، لكن هنا كمان
الاجواء لطيفه قوي، والعادات والتقاليد بتاعتهم لذيذه وجديده عننا. مثلا اول يوم في رمضان الناس هنا كلها بتخرج في ساحه مسجد معين، مثلا مسجد سلطان احمد او اي مسجد تاني يكون ليه ساحه، بينزلوا يتسحروا مع بعض في اول يوم. دي حاجه جميل. مثلا مش موجوده عندنا. جميل. فهو طبعا كل بلد ليها عاداتها، لكن هنا كمان شايف ان هي جميله قوي. جميل. حسيني، هو استكمالا لكلام فاطمه، تقريبا يعني العاده دي موجوده هنا، اللي هي عاده الافطار او السحور الجماعي. يعني تقريبا كل الايام ساحات المساجد، ساحات الحدائق الكبيره هنا، كل الناس تقريبا بتخرج تاكل فيها مع بعض وكده. استغربت انا هنا في صلاه التراويح بيصلوا الركعه بايه، لا حاجه كده. التراويح ده امر استثنائي، يعني تفوقوا على مصر فيه يعني. لان هنا تقريبا يعني ممكن آية صغيرة جدا يختم بها، هو بيصلوا التراويح 20 ركعة، فممكن تختمها كلها في 10 دقايق ربع ساعة كتير. تمام. لدرجة إن ممكن تعرق وأنت بتصلي يعني. محمد نفس الأجواء. الصيام هنا متعب جدا، 18 ساعة يعني عدده. اليوم طويل، وهنا اسطنبول تحديدا فيها رطوبة عالية جدا. بس موضوع الأجواء مختلف تماما عن مصر. أنا بالنسبة لي لا، الأجواء في مصر أحسن من هنا بكتير جدا. موضوع صلاة التراويح فعلا قصير للغاية، يعني ممكن تلاقي واحد بيصلي فبأي آلاء ربكم تكذبان الله أكبر، يعني هي دي الركعة يعني. عرفت يعني، هي بسرعة جدا جدا. تمام. فلا مختلفة بشكل كبير عن جميل. مصر. ندخل لصلب الموضوع في الحلقة، وأعتقد إن قطاع كبير جدا من الشباب المصريين وخاصة الطلاب اللي في الجامعات أو اللي حتى اللي أنهوا دراستهم الجامعية هيكونوا مهتمين جدا إن هم يسمعوا تجربتكم كشباب مصريين التحقوا بجامعات تركية. ممكن الشائع واللي موجود بشكل كبير هم طلبه بيلتحقوا بجامعات في اوروبا او امريكا، لكن التجربه اكيد التركيه هيكون فيها اختلاف نوعا ما. السؤال دلوقتي هو ليه قررتوا تلتحقوا بتركيا تحديدا؟ ايه اللي ميز الجامعات التركيه اللي خلاكم تقرروا في لحظه من اللحظات ان كنتوا هتلتحقوا بالجامعات التركيه دونا عن غيرها من الجامعات الموجوده في الشرق الاوسط او الجامعات الموجوده في اوروبا وامريكا؟ هو يعني السؤال ممكن يكون اجابته مش هقدر ندي اجابه نموذجيه، انما هي تبقى اجابه شخصيه، تجربه شخصيه الاكثر. كويس. يعني كل واحد فيكم ليه قصته. كل الموضوع. واحد ليه قصته في الموضوع. حلو. يعني انا مثلا كانت قصتي الاساسيه ان انا بحاول اغير الكارير بتاعي من كارير علمي لكارير ليه علاقه بالعلوم الانسانيه. فده كان بيصعب عليا ان انا اطلع اخد دراسات عليا في امريكا او في اوروبا، فكان لازم اخد زي ستيب في النص، خطوه في النص، بحيث ان انا احول من الكارير الهندسي بتاعي العلمي الى كارير خاص بالعلوم الانسانيه. فكانت تركيا خيار متاح جدا، بالاضافه الى الثقافه. يعني ثقافه المجتمع وان كانت هي مش غريبه، يعني مش زي الثقافه المصريه، ولكنها مش بعيده عنها. انا كنت بكلم زمايلي كتير في امريكا او في حته تانية، فهو كان بيقول لي حاجات انا ما كنتش متخيلها. كان يقول لي انا بفتقد الاذان مثلا، فانا ما كنتش متخيل قوي المشكله دي غير لما سافرت دول تانية وحسيت فعلا بمدى الاهتمام اللي احنا لازم نحطه لموضوع الثقافه وتقرب الثقافه. فيمكن الكيس بتاعتي كان ليها علاقه قوي بان انا بغير مجال بتاعي، مجال عملي، زائد الثقافه التركيه. كنت حابب حاجه قريبه، مش حابب ان يبقى الشيفت بعيد قوي عن الثقافه المصريه. فانت حسيت ان في تقارب في الثقافه ما بين الشعبين، فانت قلت انك انت لو التحقت بجامعه تركيه مش هتحس بفرق كبير او اختلاف كبير عن الجامعات المصريه. ده في تخصصك بس. مش في تخصصي، هو زي ما قلت لك، هي فكره ان انا انتقل من مجال لمجال، دي صعبه بره، قبولهم بره بيبقى صعب شويه، فكان لازم اخد خطوه في المنتصف، ادرس في اي حته في غير مصر في النص، اغير ما بين الكارير الهندسي والكارير العلوم الانسانيه. فكانت تركيا اختيار مناسب يعني. فاطمه ليكي قصه مختلفه؟ قصتي مختلفه. انا فكره ان انا اعمل ماجستير اصلا كانت عندي من قبل وانا ما اخش جامعه، يعني كويس. كانت عندي وانا بكتب الرغبات، فاخويا قال لي اختاري لغه تركيه، انا كنت هدخل لغات وترجمه، قررت ان انا ادرس لغه، اختاري تركي علشان دي دوله اسلاميه وانت محجبه، فهتقدري تسافري هناك تعملي ماجستير بشكل محدش هيضايقك، علشان دوله اسلاميه وناس بتخمن. ففعلا جت من هنا الفكره، وخلصت الاربع سنين جامعه واخدت المنحه بعدها، جيت وفعلا ده اتحقق، يعني ان انا هنا بشكل عام ما واجهتش مصاعب كبيره يعني. مش واجهتي مصاعب كبيره جوه هنا في تركيا كدراسه ولا كمعيشه ولا كايه؟ كمعيشه، ان هي ثقافتهم قريبه من ثقافتنا، ان هم كفكره ان البنات اصلا بتيجي تعمل ماجستير هنا. طبعا فكره في مصر يمكن مش شائعه بشكل كبير ان البنت تسافر تعمل ماجستير لوحدها، لكن الفكره هنا بعد طبعا ما اقنعت اهلي، الفكره هنا ما كانتش الناس كلها بتبص لي نظره وحشه، او يعني ما كانتش فكره غريبه. البنات دايما يعني البنات الاتراك نفسهم بيسافروا مصر وبيسافروا دول ثانيه يعملوا ماجستير، ففكره ان البنت هنا قاعده بتدرس عندهم طبيعيه جدا. بس يبقى ان دايما بيبقى في سؤال عند كل الطلاب اللي بيروحوا يتعلموا، خاصة في جامعات بره، سواء في ان هم يدرسوا تعليم جامعي او حتى ماجستير او دكتوراه. السؤال هو ان انا دايما ببحث عن جامعة ليها تصنيف
او اعتراف، ده بيدي لي قوه بشكل كبير جدا في شهادتي لما باجي اسوق نفسي فيما بعد الدراسه. هل ده كان حاجه من ضمن الحاجات اللي بتفكري فيها؟ خاصه ما اعرفش اذا كان الجامعات التركيه الرانك بتاعها عالي في وسط الجامعات الثانيه ولا وضعه ايه. انا كان بالنسبه لي عشان انا اصلا خريجه لغه وترجمه قسم لغه تركيه، فكان دراستي في تركيا نفسها هي اصلا بالظبط ايا كانت الحاجه اللي انا حاجه فيها خصوصا التخصص بتاعي انا كنت عايزه ادرس الوثائق العثمانيه بشكل خاص، فهي مش متواجده في اي مكان ثاني غير تركيا. فانت لقيتي زي اللي حابب ان هو يدرس مثلا في الازهر الشريف عندنا في مصر في تخصص العلوم الشرعيه، فبيجد ان الجامعه نفسها هي تعتبر من افضل الجامعات في المجال ده. هي تركيا كانت هي المكان الوحيد اللي انا لازم اعمل فيه ماجستير. كويس، ده الاختيار واضح جدا بالنسبه لك. حسين نفس الكلام؟ هو الامر مختلف شويه في بدايته تقريبا، لان يمكن انا كان عندي ظروف خاصه شويه بسبب موضوع الجيش، ان انا ما اقدرش اخرج بره مصر وكده، ما كنتش مخلص جيشي. فبعد انتهائي من دراسه المحاسبه في جامعه الازهر كنت بدات اعمل ماجستير في الجامعه ايضا، يعني بدات التمهيدي ماجستير في مصر، وخلال فتره التمهيدي يعني قدمت. يعني انا اصلا كان في فكره خلصت تجاره في جامعه الازهر. خلصت تجاره في جامعه الازهر. كان في كده حاجه بتتقال ان في ثلاث تجارات فيهم مؤبد منهم تجاره الازهر. لا، كانوا بيقولوا تجاره الازهر اشد من تجاره الحشيش. ان يعني انت ما بتدخل بتعمر يعني. فيها تجاره الحشيش ده ممكن تاخد مؤبد 25 سنه، لكن تجاره الازهر مفتوحه يعني اكتر من كده. لكن الامر ما كانش معايا كده يعني، الحمد لله تخرجت منها، تخرجت من الجامعه يعني تفوق عالي. الطلبه اللي بيطلعوا من جامعه الازهر بتجرب بسرعه، ويبقى اللي هو ممكن تكون قاعد انت في سنه رابعه في البنش معاك طالب يعني ممكن مقارب على سن والدك يعني حتى احنا كنا بنلاحظها لما تدخل المدرج بتلاحظ المدرج منور شويه من كتر الصلاعات اللي فيه. الناس معديه الثمانينات، يعني انا مواليد 90 مثلا، معايا في المدرج مواليد من 75 ل 80. النسبه دي نسبه موجوده. بعد كده لما بدات في التمهيدي قدمت في المنحه في شهر 3 في 2012. يعني هي المنحه انا ما كنتش معول عليها قوي، يعني انا تقديري كان كويس الحمد لله، لكن مش حاسس ان انا ممكن اقبل، او يعني اي الامرين صيانه عندي، لكن انا قدمت خلاص. لكن في فكرتي ان انا اصلا حابب تركيا وكان نفسي اجيها سواء زياره او عمل او دراسه. كويس، يعني الدافع ما كانش الدافع التعليم تحديد ذاته، لكن المعيشه التركيه. الفكره في بالي من قبلها بسنه بالظبط ان انا اجي تركيا وان انا اسعى للامر ده، وان انا اسعى ان انا اعلي تقديري في البكالوريوس في اخر سنه. كويس. عشان اقدر احصل على المنحه. حلو، لكن من قبلها انا في بالي ان انا اجي، لكن اتركز الامر عندي في اخر سنه تحديدا. وبدات اشوف الشروط المطلوبه في المنحه ايه، وخلال وبعد ما انتهيت من البكالوريوس قدمت. والحمد لله ربنا وفقني وجيت هنا في شهر 9 في 2012. بتدرس تخصص ايه تحديدا؟ هنا انا حاليا بدرس في اخر مستوى في اللغه التركيه، لان من ضمن شروط المنحه ان انت لازم تكون دارس سنه تركي قبلها. ده هتدرس في جامعه حكوميه ولا جامعه خاصه؟ لا، انا جامعتي خاصه هنا ورانا. اسمها اسطنبول تجاره يونيفرستي. تمام، انا ما كنتش عارف ان هي خاصه. فلكن اي الامرين سيان برضو في المنحه، ان المنحه كده كده بتغطي لك تكاليف سواء كانت الجامعه اللي انت فيها حكوميه او خاصه. انا بدرس هنا السنه التركيه دلوقتي اللغه التركيه، بعدها ان شاء الله كمان في شهر 9 ان شاء الله هبدا في الماجستير اللي هو في المحاسبه والمراجعه تحديدا ان شاء الله. طيب، هل نقطه تصنيف الجامعه او تقييمها ما بين الجامعات حاجه بتشغلك ولا؟ هي دي نقطه مهمه، لكن الاهم منها ان النقطه الخاصه بالتقديم في المنحه تقريبا مشابهه بنسبه كبيره جدا للتقديم في مصر. نقطه التنسيق ومش الاختيار اللي انت بتتقدم عليه هو اللي لازم يجي لك. انت بتختار رغبات معينه، مثلا من 3 رغبات ل 12 رغبه. فهم ممكن يختاروا لك اي جامعه فيهم. انت ممكن تكون الجامعه اللي انت حاططها في الاول ليها تصنيف عالمي وليها تصنيف عالي في تركيا، لكن ما تجيش ليك لان انت التقدير بتاعك مش جايبها. فالامر مرتبط بالتنسيق اكتر منه مرتبط بالحاجه اللي انت عايزها. طيب محمد، احكي لنا عن تجربتك في 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 الالتحاق. انت تقريبا جيت من سنتين تقريبا. اكتر من سنتين تقريبا. اكتر من سنتين. بشكل عام انا هحاول اتكلم عن تركيا. ليه تركيا تحديدا؟ اولا الحاله الاقتصاديه هنا الى حد كبير ما هياش غاليه زي اوروبا. وده بيوفر على ناس كتيره جدا، حتى مثلا اللي ما قدرش يلاقي منحه ان هو ممكن يجي يدرس هنا. المعيشه في تركيا بشكل عام من ناحيه السكن، من ناحيه الاكل والشرب، المواصلات، الحاجات دي كلها الى حد ما قابله ان حد يعني يقدر
يديها أولوية أو كده. طبعا اسطنبول غالية مقارنة ببقية المدن، طبيعي لأن هي مدينة سياحية، أنت عارف اسطنبول من أكثر 10 مدن سياحية على مستوى العالم. فهي موضوع الحياة الاقتصادية، تاني حاجة موضوع الحياة الثقافية، إلى هي في إلى حد كبير جدا مشابهة للحياة المصرية عندنا. من ناحية الطباع، من ناحية السلوك بتاع الناس إلى حد كبير. ده الشق الأول. الشق الثاني موضوع الجامعات والتعليم نفسه. التعليم نفسه هنا كويس جدا مقارنة يعني بجامعات مختلفة حتى في دول العالم. موضوع الرانكينج بالنسبة لي كان مهم جدا، علشان كده أنا مختار تخصص معين. والتخصص بتاعي دوت، أنا يعني في 2011 لما قدمت بدأت أدور على المنح، كان موجود بس في حوالي 3-4 جامعات على مستوى العالم. التخصص اللي هو كان ايه تحديدا؟ اللي هو نيو ميديا، الاعلام الجديد. النيو ميديا موجود بالزبط. في 4 جامعات في العالم بس. في 2011 كان موجود بس في 4 جامعات، منهم جامعه في تركيا، منهم جامعه هنا في تركيا، الجامعه اللي انا فيها، وكانت في واحده في هولندا، وواحده في انجلترا، والثالثه في امريكا. واحده في هولندا، وواحده في انجلترا، والثالثه في امريكا، ورابعه في تركيا. ورابعه في تركيا. اللي هي جامعه ايه؟ اسمها قادير هاس. اسمها كاديراس، هي جامعه خاصه هنا. لان معظم الاعلام الجديد اللي بيدرس اعلام جديد بيبقى مركز اكتر على موضوع التسويق الالكتروني والبزنس وكده يعني، انما فكره الدراسه كاعلام ولكن السوشيال ميديا وعلاقتها بقى بكل نواحي الحياه كاعلام بديل للاعلام التقليدي، فهذه كانت الفكره يعني. فانا كان يهمني جدا جدا الرانكينج بتاع الجامعه. وانا يعني الظروف بتاعتي مختلفه، انا مش بدرس بالتركي، لا انا بدرس بالانجليزي، وبالتالي متطلبات القبول مختلفه. يعني حاجز اللغه بالنسبه لك قدرت تتجاوزه، لان الدراسه مش عندك بالتركي. لا لا يعني انا عندي اعتقد حسين الموضوع عنده مختلف شويه. مشكله شويه في الفتره الجايه ان هي دراستي كلها تقريبا 100% بالتركي. بالتركي كلها بالتركي، فدي مشكله، لان اللغه التركيه صعبه شويه اكاديميا. انت تتعامل بقى كاكاديمي، تعمل بقى ابحاث، تعمل تحضر بقى رساله ماجستير، موضوع صعب شويه. كمل يا محمد. فهي الفكره بالنسبه لي، لا الموضوع كان اسهل، لان الدراسه بالانجليزي انا يعني انا بالنسبه لي لو كنت هدرس بالتركي بصراحه ما كنتش هاجي هتقدر. لا بقى الموضوع يبقى صعب. انا محتاج اخد خطوات اسرع، محتاج اخلص ماجستير وان شاء الله اكمل بعد كده دكتوراه. فهي كانت في عوامل معينه في دماغي كان لازم الاقيها في الجامعه اللي انا فيها، والحمد لله لقيتها يعني في التخصص وفي الترتيب. العوامل لو تختصرها لي العوامل. اول حاجه سمعه الكليه، عدد الشراكات اللي هي عاملاها مع جامعات مختلفه سواء في اوروبا او في امريكا او في ده بيفرق في ايه الشراكات؟ ده بيفرق في زياده ترتيب الجامعه على مستوى العالم. بيزيد في فرص ان انت بعد كده لما تيجي تشتغل في مكان في حاجه اكاديميه بعد كده، بيبقى ليك مميزات اكتر من حد واخد مثلا ماسترز في جامعه عاديه. برضو جوده التعليم نفسه تبقى مختلفه. الدكاتره اللي بتشرح لك بيبقى هم ليهم باع طويل جدا في الحياه الاكاديميه، سواء درسوا معاهم، ممكن تلاقي حد معاه كذا دكتوراه او كذا ماجستير وكده، فده بيبقى مختلف جدا من جامعه الاخرى يعني. فدي العوامل الرئيسيه يعني بشكل عام، سواء الحياه اللي موجوده في اسطنبول او بالنسبه للجامعه اللي انا حبيت ادرس فيها يعني. طيب فيما يتعلق تحديدا بمساله المصاريف، دي طبعا حاجه بتشغل بال كل طالب حابب ان هو يدرس في اي جامعه من جامعات العالم كلها. دايما بتكون المساله اللي بتشغله هي هل في منح ولا لا، هل المصاريف بتاعت الجامعات مرتفعة ولا في حدود الإمكانيات الطالب المصري بشكل عام. أنا أعرف إن في منكم ناس التحقت بالجامعات كمنح وناس التحقت بالجامعات ودفعت هي المصاريف. لو كل واحد يكلمنا عن المساحة دي بشكل مختصر. محتاج أغير الكارير بتاعي، محتاج أسيب الهندسة خالص وأدرس حاجة تانية، وبالتالي فكان عندي امكانيه وعندي طموح وجنون ان انا اتخلى عن كل شيء من اجل ان انا ادرس حاجه انا بحبها. كانت مشكلتي مع الهندسه ان انا خلاص يعني انا اتخرجت واخدت ماجستير في الهندسه واشتغلت في مهندس وما حبيتهاش، فقررت ان انا اتخلى عن ده كله واخد حاجه. فانا بدرس هنا في تركيا بثمن عربيتي، يعني بعت العربيه وجيت بفلوسها بدرس بيها. تركيا طبعا كانت بالنسبه لي اختيار مناسب جدا، ان هي بالنسبه لاوروبا هي ارخص بكثير من بقيه الدول مقارنة تحديدا اوروبا، بريطانيا مثلا يمكن تصل الاسعار في بريطانيا الى 3 أضعاف هنا في تركيا. دي كانت حاجه. الحاجه الثانيه ان انا كان بالنسبه لي عندي شويه ميزه ان الناس ادوني تخفيض بمناسبه التفوق بقى، يعني انا راجل مهندس بتقدير عالي واخدت ماجستير اول بتقدير كويس وداخل على ماجستير ثاني، فادوني تخفيض شويه. ف بس يعني دفعت جزء من المصاريف والجزء الثاني كان هو اداني تخفيض 50%، فانا يعني دفعت كويس. النص بالظبط كويس. المصاريف هنا تقريبا بتتراوح بشكل يعني بالنسبه للكليات العلميه وبالنسبه للكليات النظريه غالبا. انا هقول على تجربتي انا، هي عموما الجامعات الخاصه
الخاصة بتبقى اغلى كتير من الجامعات الحكومية. الجامعات الحكومية تقريبا بيصل الى حوالي 1000 دولار في الترم تقريبا. الجامعات الخاصة بتوصل ل 3 و4 و5 و6 على حسب الرانك بتاعها. انا الماستر بتاعي كان تقريبا توتالي 18000 دولار، فواحد بعد التخفيض بقى رقم ممتاز يعني. طيب كلمنا عن التخصص بتاعك اكتر، اللي انت بعت العربية عشان خاطر وقررت انك انت يعني تهجر كل ما مضى وتمزق الاوراق وتخش على 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 مساحه مختلفه تماما جديده كليا. طيب انا حاليا بدرس حاجه اسمها اداره التطوير، انوفيشن مانجمنت اند انتربرينورشيب. هو تخصص جديد جدا في العالم، باختصار شديد جدا لو احنا عندنا اي مؤسسه، اي كيان، اي دوله، اي منهج، اي فكره، اي مجتمع، احنا شايفين انه مش بيكيب اب بالتطورات اللي بتحصل في المجتمع. احنا عندنا تطورات سريعه جدا على مستوى العالم. عندنا مثلا على مستوى الاقتصادي في خلال 6 سنين او حاجه زي كده الجي 8 هتيجي مكان الاي 8، يعني عندنا دول تماما، دول اللي احنا بنقول عليها العالم الاول دي هيطلع مكانها دول تانية. فاللي بيحصل ان في ناس بتحاول تطور من نفسها بكتير، فهذا التطوير عباره عن علم يعني. هو مصر هتبقى في الجي 8 ولا ايه؟ نعم يا ريس، مصر ربنا يسر حال ان شاء الله هتبقى قد الدنيا. فحكايه ان انت في تطور بيحصل في كل حاجه، في الدول، في المؤسسات، في المجتمعات، فازاي نطور. فده التخصص بتاعي، كيف تطور من شيء هو موجود حاليا، ازاي تخليه يناسب التغيرات الموجوده في العالم حديثا، ازاي تقدر تبدع فيه، سواء بقى على مستوى التكنولوجي، على مستوى العلم والورق والمناهج وكتابة المناهج، على مستوى المجتمع، على مستوى الدراسة، على مستوى الدول، على مستوى الإدارة وهكذا. أنا حاليا بحاول أركز إن أنا إن شاء الله رسالتي هتبقى في تطوير المجتمعات، سواء تطوير المجتمعات، تطوير المجتمعات. بس فده كان تخصص جديد أنا كنت حابه من أنا في الكلية، كان شغفي كله بلاقيه إن أنا أشتغل أي حاجة غير هندسة، إن أنا أنزل في الجامعات الخيرية في رسالة وفي صناع وفي. فالواحد كان بيلاقي نفسه انه يحس انه بيعمل حاجه لمجتمعه، بعكس خالص الاحساس اللي كنت بحسه وانا بشتغل مهندس، اللي هو انا مش عايز اقوم من النوم، يعني مش عايز اروح الشغل النهار. فمن هنا بقى اخذت قرار ان انا خلاص يعني هتخلى عن كل شيء واركز في كيف اطور المجتمع. وكان طبعا بالنسبه لي خيار ان انت تتعلم وتاخد حاجه اكاديميه افضل بكتير من ان انت تاخد الموضوع بالحب او بالدراع يعني. كويس، ما هي كان سؤال من ضمن الاسئله اللي حابب اطرحها، اللي هو هل الناس التحقت بالجامعات التركية اضطرارا؟ لأن ممكن تكون تركيا بالنسبة للتأشيرات حتى أسهل بكتير جدا جدا من دول تانية كتير، ولا التحقتوا بالكليات عن 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 حب، أخذتوها عن حب يعني؟ هو الحقيقة زي ما قلت لك، أنا كان بالنسبة لي قرار إن أنا أغير من كارير لكارير، ده ما كانش سهل. ففي جامعات كتيرة جدا كانت لا تقبل بده، فكان بالتالي كان بالنسبة لي خيار إن أنا أعمل ترانزيت في النص، أعمل ماجستير تاني في النص بحيث إن أنا أقدر على بي اتش دي على طول. تمام، كان متاح. فكان في أكتر من دولة، اختاروا تركيا علشان السعر زي ما قلنا، وعشان الثقافة، علشان تمام حاجات كتيرة جدا. تمام، دي تركي صح؟ تمام، بتمشي تركي في الشعر. تمام، يعني اللغة التركية فيها جزء كبير جدا منها هي كلمات عربية ومصطلحات عربية. هل عانيتي يا فاطمة في مسألة اللغة؟ هل خدت منك وقت؟ هل حسيتي في البداية ان هي ممكن تكون عائق كبير انك انت تقدري تطوري نفسك وتكملي دراستك، ولا هو يمكن عشان اصلا كانت دراستي بالتركي زي ما قلت 4 سنين، وخلال ال4 سنين دول كل صيف تقريبا كنت باجي هنا سياحة او دراسة، شهر كورسات او حاجة زي كده. فطبعا في اول سنة جيت فيها هنا كان صعب جدا، وقلت انا مستحيل هتعلم اللغة دي، و موضوع النطق مختلف تماما عن النطق، ممكن تكون الكلمة عربي لكن نطقها مختلف تماما عن العربي، فانت بتحسش ان الكلمة دي عربي اصلا، لكن هي اصلها عربي. وانت لو قعدت تحفظوني كلمتين عشان خاطر اقولهم في البداية، قعدت احفظ فيهم سنة يعني. فهو في البداية طبعا الموضوع كان باين مستحيل وكان صعب جدا، ورجعت حتى يعني تاني يوم كلمت والدتي وعيطت وقلت لها انا هرجع، انا يعني مش هينفع، انا مش هقدر اكمل. لكن سبحان الله الموضوع دلوقتي وانا بتكلم تركي انا يعني هو اسهل بكتير من ما كنت. قد ايه وقت عشان خاطر تتقني اللغه التركيه بشكل كبير؟ 4 سنين دراسه على الاقل. 4 سنين يعني، بس هو الواقع ان بيبقى 6 شهور لو حد ذاكر كويس جدا وراح الكورس بانتظام 5 ساعات في اليوم ذاكرهم. حسيني بتذاكر كويس وبتروح بانتظام ولا لا؟ لا. انت بتدرس دلوقتي اللغه؟ فكره انا بدرس لغه دلوقتي، والمفروض ان انا في المستوى البروفيشنال الجي بي اخر مستوى فيها يعني. لكن مش حاسس بيها، مش حاسسها لغه. مش حاسسها لغه؟ حاسسها لغه كتعامل مع الناس. لكن كدراسه اكاديميه لا، مش قدرت يعني مش سهلة. تطور نفسك في انا دلوقتي اقدر بقدر اتعامل مع الناس، بتكلم، بطلب حاجه، بدي حاجه كده، كتعامل يومي مع الناس. لكن كدراسه اكاديميه حتى دلوقتي الكتاب اللي احنا بندرسه يعني هو عباره عن الباراجرافات اللي فيه
يعني خاصة بمواضيع معينة مثلا، يعني مواضيع بسيطة بسيطة جدا وجمل بسيطة، لكن بعد كده انت بتدخل الجامعة بتدرس ماجستير لا الموضوع مختلف تماما. طيب كلمني محمد عن اجواء بقى الحرم الجامعي جوه، ازاي بقى تقدر انك انت يعني تندمج مع الحرم بكل الناس اللي فيه اللي معظمهم بيكونوا اتراك ومعظمهم بيتكلموا لغة مختلفة عنك بشكل كبير؟ احنا يعني معروف عننا كمصريين ان احنا اجتماعيين والله نوعا ما. الحقيقه الجامعه عندي الموضوع الى حد ما يعني افضل من الجامعات الحكوميه هنا، لان انا في اجانب كتير جدا عندي معايا، ناس من المانيا وناس من هولندا وناس من الدنمارك وناس من فرنسا، لان هي جامعه خاصه وبالتالي في تخصصات مختلفه عن الجامعات الحكوميه، وده بيخلي ان في طلبه حتى اوروبيين بيجوا يدرسوا معانا هنا كويس. فبالتالي التعامل بيبقى بالانجليزي كلغه يعني، التعامل بيبقى اسهل والطف كتير جدا من التعامل بالتركي كويس. ولكن انا حابب اتكلم في قصه السؤال اللي انت سالته في الاول، هو موضوع المنح بشكل عام، ازاي او ايه هي الانواع وازاي الناس ممكن تقدم. حلو. لان ده موضوع مهم جدا، وفي ناس كتيره ممكن يبقى عندها فعلا شغف ان هي تبقى عارفه الموضوع كويس. بشكل عام المنح في اي حته في اي دوله في العالم بيبقى لازم فيه حاجات معينه لازم تبقى موجوده في كل شخص. الحاجات دي مثلا اللي هو لازم التقدير بتاعك في الجامعه يكون تقدير جيد، عندنا في مصر مينيمم جيد، ولازم يبقى فيه حاجات مساعد الجيد او جيد جدا وما اعلى. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يبقى معاك شهادات مختلفه في اللغه تحديدا، يعني مثلا لو انت تدرس في اوروبا او حتى هنا لازم معاك مثلا في الانجليزي حاجه اللي هو شهاده الايلتس او التوفل مثلا، لازم يبقى في درجه معينه كل جامعه ليها مينيمم درجات معينه في الموضوع ده. وثالث حاجه الامتحان اسمه جي ار اي او الجي مات، ده بيبقى امتحان عباره عن برضو لغه وفي نفس الوقت او حاجات رياضيات يعني. لو انت معاك شهاده التوفل او شهاده اللغه بشكل عام اي واحده فيهم وشهاده الجي ار اي او الجي مات، ده بتدي لك يعني ميزه كبيره جدا، ميزه تنافسيه عن بقيه الناس اللي بتقدم في المنح. بالنسبه لتركيا هنا مثلا في كذا نوع من انواع المنح، الحكومه التركيه بتدي منح سهل التقديم عليها وسهل هو سهل جدا التقديم. والموضوع بدا يزيد يعني مثلا في 2011 احنا اول ما قدمنا خالص تقريبا عدد اللي قدموا على مستوى العالم كانوا حوالي 30,000 يعني مور اور ليس حسب الرقم ده. بعد كده بدا يزيد لحد ما السنه اللي فاتت وصل تقريبا حوالي 85,000 واحد من كل دول العالم بتقدم في الموضوع. ففي منح من الحكومه التركيه نفسها، وفي نوع ثانيه من المنح في هنا مراكز بحثيه كتيره، زي مثلا عندنا في مصر مركز اسمه يوسف جميل بيدي منح للطلبه اللي بتدرس مثلا في الجامعه الامريكيه مثلا يعني. ففي هنا برضو مراكز بحثيه وكده بتدي منح للطلبه اللي هم المتفوقين، مش بس دراسيا لا، لو هم عندهم بقى انشطه ثانيه عندهم مثلا مهارات مختلفه عن بقيه الناس اللي موجوده. ده النوع الثاني. والنوع الثالث اللي هي بتبقى منحه من الجامعه نفسها، ودوت بيبقى مختلف من الجامعات الحكوميه والجامعات الخاصه. الجامعات الخاصه اكتر بتتقبل ده، بيبقى هم عندهم هم بيبقوا يعني احد المعايير الرئيسيه في ان ترتيب الجامعه يبقى اعلى ان يبقى عدد الطلبه الاجانب الموجوده في الجامعه. وبالتالي لما هم بيدوا منح لطلبه متفوقين بشكل او باخر خارج الـ يعني خارج الدوله بتاعتهم مثلا، بيبقى الموضوع مفيد جدا بالنسبه لهم وفي نفس الوقت مفيد جدا للطلبه اللي هم بيجوا يدرسوا هنا. المنحه بتاعت الجامعه نفسها ممكن تنقسم لكذا نوع، ممكن واحد ياخد منحه 100% وبياخد مرتب لو هيشتغل مثلا مساعد دكتور مثلا، ممكن تبقى منحه ثانيه للمصاريف فقط، ممكن 50% واحد ياخد 50% من المصاريف 50% لا، او النوع الثالث ممكن ياخد 25% من المصاريف. ده بشكل عام ونظره سريعه جدا على موضوع المنح. احنا هناخد فاصل دلوقتي وهنرجع عشان خاطر نتكلم اكتر عن بعض المعلومات المتعلقه بكيفيه التقدم للحصول على المنح، اي جهه تحديدا الطالب يتقدم لها، ما يتعلق برضو بالسكن، والجانب الاخر المتعلق بالمواقف اللي قابلتكم انتوا كطلبه مصريين مقيمين هنا جوه تركيا بشكل عام، سواء جوه الجامعه او بره الجامعه، مواقف اللي كانت صعبه او حتى المواقف اللي كانت مضحكه ولا تكاد يعني تمحى من ذاكره كل واحد فيكم. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال هذه الحلقه من برنامج كافي دايز او على المقهى. ابقوا معنا.
اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقات الخاصه من على المقهى من العاصمه القديمه والعاصمه الثقافيه لتركيا من اسطنبول. ارحب بضيوفي مجددا، عدد من الطلاب المصريين المقيمين هنا في تركيا. محمد، حابب ان احنا نكمل على اللي قاله محمد اللبان فيما يتعلق تحديدا بالمنح، ازاي اتقدم ولاي جامعه تحديدا، دي مسألة. المسألة الثانية متعلقة باختيار، هل الاختيار بيكون الاختيار للجامعة نفسها ولا في بعض الجامعات متميزة بتخصص معين دونا عن تخصصات أخرى، وده متعلق برضو بالرانكينج بتاع الجامعة نفسها، هل تصنيفها التصنيف للجامعات بشكل عام ولا التصنيف لتخصصات جوه الجامعات، عشان خاطر أسهل على الطالب إزاي يقدر يحدد بالضبط تحديدا التخصص اللي عايز يدرسه في الجامعة تحديدا المميزة بيه. اول خطوه هي بتبقى خطوه استباقيه قبل ما الطالب نفسه ياخد قرار ان هو يدرس بره او يدرس في جامعه، ان هو يحدد التخصص بتاعه. وفي ده احنا عندنا مشكله في التعليم المصري ونمط التفكير والعقل الجامعي في مصر، ان انت يا ابن الحلال لازم تطلع مهندس او دكتور عشان انت يبقى ليك قيمه في المجتمع، وبالتالي الناس كلها هتحبك وهتعرف تتجوز وتبني اسره التخصص اللي في الاخر ده. وده اللي خلق عندنا نقص شديد جدا في خريطه تخيل وسبت الهندسه كمان نموذج اهو نموذج حي. ففكره ان انت ايه التخصص اللي انت تحتاجه بالظبط، ده اللي يخلي عندنا اي حد يقرا في خريطه التخصصات والوظائف والمهن اللي موجوده في مصر نلاقي عندنا جابات كتيره جدا. يعني اي شاب في مصر يقدر يبص على الاهرام مثلا للوظائف يلاقي في وظائف غريبه وهي دي الموجوده. يعني تلاقي في الصفحه الواحده في 14 تخصص اول مره حد يسمع عنه ومحدش فكر فيه، ومش مهندسين ومش دكاتره ومش اطباء. فاول حاجه فكره ان احنا نبعد بس الاول عن النمط التقليدي بتاع التفكير، والمجتمع يضغط علينا ان انت لازم تبقى دكتور او مهندس ولازم والبرستيج والشكل. لا بالعكس خالص، في اكتر من معيار تاني موجود حاليا، في معيار التنافسيه العالميه، يعني العالم كله، في بالمناسبه في مجله زي مجله فوربس الامريكيه بتاعه الاقتصاد، دي بتنزل كل سنه بتنزل سنويا توب 10 جوبز، يعني ايه الوظائف الاكثر طلبا سنويا. توب 10 جوبز بالظبط، سنويا ايه الوظائف اللي حاليا العالم بقى في احتياج ليها. وحتى كانوا عاملين تقرير من 3 شهور على اللي سوق العمل محتاجها، اللي العالم محتاجه ليها، العالم كله محتاجه دلوقتي، اللي العالم محتاجه. وبالتالي المفروض الناس تبدا تحدد التخصصات اللي يدرسوها بناء على، بل بالعكس هم من 3 شهور تقريبا عملوا تقرير عظيم جدا، كانوا بيتكلموا على وظائف في خلال 100 سنه، ايه الوظائف اللي كمان 100 سنه الناس هتبقى محتاجاها. فتخيل ان هم بيعدوا من دلوقتي الطلبه بتاعتهم. احنا على كده عندنا خلل حتى في منهجيه التفكير في المساحه دي. بالزبط. يعني في طريقه اختيار الجامعه وطريقه اختيار تخصصي انا بحددها على اي اساس؟ صحيح. ومن هنا زي ما قلت، فانت لازم الاول خالص تشوف ايه الاختيارات المتاحه. احنا عندنا مشكله كمان في مصر هي مشكله التعليم وعدد الجامعات ومحدوديه الجامعات ومحدوديه الامكانيات. يعني لك ان تخيل مثلا دوله زي اسطنبول او دوله زي تركيا على صغرها، تركيا كلها على بعضها 16 منقطعه، يعني عدد منقطعات صغير جدا، وفيها ما يقرب من 180 جامعه. 180 جامعه، مصر كلها 27 محافظه وعدد الجامعات لن يتعدى ال 50 يعني باي شكل من الاشكال. فنتيجه الاختيارات المحدوده دي فتلاقي الطالب في مصر هو مش قادر، وهو في ثانويه عامه مش قادر يقرر طب ايه الاختيارات اللي موجود. فاول نصيحه انصح بيها الشباب تحديدا قبل ما يبدا يفكر في انه يسافر بره، يقرا كتير ويشوف ايه التخصصات الموجوده بره، يفتح عينه على العالم. تخصص زي اللي انا بدرسه هو مش موجود اصلا في مصر، ويمكن مش موجود في الشرق الاوسط كله. محدش بيفكر انه زي يطور من مؤسسه او يطور من بلد او يطور من المجتمع زي ما انت او من المجتمع زي ما انا حابب اتخصص فيه ان شاء الله. فاول حاجه الناس تبدا تقرا وتشوف ايه الاوبشنز المتاحه قدامهم، ويطلعوا على التقارير التنافسيه زي ما قلناها، ايه التنافسيه وايه الوظائف اللي موجوده. الحاجه الثانيه انه يبعد عما يفرضه عليه المجتمع ويتجه الى ما يحبه. يعني المعاناه اللي انا بحكي لك عنها كتير قبل كده، ان انت انا طالب وتخرجت من هندسه واشتغلت مهندس وخلصت ماجستير في الهندسه، فانا كاريري كمهندس مزدهر وكل حاجه. انما احساسك انك كل يوم من النوم يعني مش عايز تصحى عشان مش عايز تروح الشغل، احساس فعلا يقتل الانسان. والحقيقه اقصر من ان انت تضيعها في ان انت تعمل حاجه ما بتحبهاش. فيبقى المعيار الثاني اللي الشباب يختاروا عليه هو انه يختار حاجه هو بيحبها، هو حابب انه يدرس ده وبالتالي تفيد. المعيار الثالث طبعا انه يعمل حاجه مفيده، يعني بس بيحبها بناء على تجربه شخصيه وبناء على القراءه ودراسه و بناء على معرفته معرفته بيها، هو ان كان السوق محتاج ايه والوظائف اللي العالم كله منتظر ان هو يلاقي ناس متخصصين ومتميزين فيها. الاثنين مع بعض. الحاجه الثالثه بعد كده ندخل في اختيار الجامعات. احنا عندنا طبعا انا عارف ان كل كيس ليها حاله ظروف خاصه بيها، سواء ماديه او اجتماعيه او
سفر او واحد ليه قرايب في حته، انا عارف ده كله. انما في المجمل العام في تقارير واضحه جدا بتنزل سنويا، مثلا زي في تقرير وورلد رانكينج بتاع بينزل كل سنه بتاع الجامعات كلها. وهنا حابب اشير لحته صغيره بسرعه كده، ان في فرق ما بين التقييم بتاع الجامعه نفسه والتقييم بتاع التخصص اللي جوه الجامعه. اللي جوه الجامعه بالظبط كده. فتلاقي مثلا ان جامعه رقم واحد على مستوى العالم حاليا سي كانت في 2012 كانت هارفارد رقم واحد. ده على مستوى الجامعه كله. تيجي في تخصص زي التخصص بتاعي تلاقي جامعه اسمها بروكلين في امريكا اللي هي رقم 17 ساعتها، فما لهاش علاقه بتخصص بس الجامعه. دي افضل جامعه في العالم بتدرس التخصص بتاعها. اداره التطوير. طيب ازاي يعرف الرانكينج ده بقى بتاع التخصصات؟ هو في تقارير عالميه منها التقرير بتاع وورلد رانكينج وورلد يونيفرسيتي رانكينج، ده بينزل وبينزل جوه منه الفرق ما بين التخصص. يعني انت ممكن تعمل سيرش من على النت على التخصص نفسه تشوف افضل جامعه في التخصص او تشوف افضل جامعه على الاطلاق. كويس. والنصيحه لاي حد لما كلمته بالذات الدكاتره الجامعيين، اي حد يقول لي لا روح على الجامعه صاحبه التخصص رانكينج فيها عالي مش الجامعه عاليه. كويس. يعني اللي عايز يدرس زي يروح على بروكلين ما يروحش على هارفارد يعني. كويس. في هذا السياق لان احيانا بتبقى اسماء الجامعات بشكل عام بتبقى براق جدا للطلبه، وهو خلاص بيندفع في اتجاه ان هو عايز يروح عشان خاطر ياخد شهاده ويبقى خريج من جامعه كذا دون النظر الى مساله التخصص وهل الجامعه دي مميزه بالتخصص ده ولا لا. وهنا زي ما قلت يفضل، وده كلام كل الدكاتره، ان الافضل انك تدور على جامعه ذات الرانك الاعلى في التخصص مش في الجامعه نفسها. ده افضل كتير، لان الجامعه نفسها بتفترق يعني المساحه بتختلف و تمام. انما التخصصات بتبقى تمام. معايير علميه بحته. تمام. محمد لبان عندك اضافه في المساحه دي؟ دي قالها برضو فكرة تقييم الجامعات او التصنيف بتاعها ليه كذا معيار. اول حاجة مثلا ممكن الجامعة دي اتبنت سنة كام، يعني التاريخ بتاعها ده بيفرق جدا في التقييم. تمام. عدد المراكز البحثية اللي موجودة في الجامعة دي، عدد الطلبة اللي موجودين، عدد الطلبة الاجانب اللي موجودين في الجامعة. فممكن يبقى في جامعة فعلا في التصنيف العالمي هي رقم واحد مثلا، ولكن في التخصص بتاعك ده هي رقم 15 او 20. فهو الفكره الفعلان زي ما محمد كان بيقول ان انت لازم تحدد بالظبط التخصص اللي انت عاوزه وتبدا تركز فيه وتبدا تعمل بحث عنه وتعرف بالظبط ايه الجامعه اللي فيها التخصص ده ورقمه اعلى بغض النظر عن ترتيب الجامعه نفسها. ده مهم جدا. دي نقطه. والنقطه الثانيه برده مثلا فكره بالنسبه للطلبه اللي بتقدم على المنح بشكل عام، تحاول قدر الامكان ان هي تختار حاجه مش شائعه. يعني مثلا معظم الناس اللي بتسافر تقول لك انا عاوز احضر ماجستير في اداره الاعمال اللي هي الام بي اي مثلا. ليه يا عمي؟ يقول لك انا لو هشتغل في اي حاجه الام بي اي هتبقى تمام. لا، الفكره مش كده، الفكره ان انت تحاول تكون مختلف. هي العالم دلوقتي فعلا التنافس فيه بقى فوق الوصف. في نفس الوقت احيانا بعض الناس بيحسبوها ان هي مغامره نوعا ما، ان انا ادخل في تخصص ما فيش حد كتير جدا داخل فيه، وبالتالي هاخد فيه وقت ومجهود وفلوس وطاقه، وفي الاخر هروح لمجتمع ممكن المجتمع ما يتفهمش قوي تخصصي دوت، وبالتالي احس ان انا جزفت. في ناس بيشتغلوا على الامان، يعني هو عايز خلاص الشائع والمعروف ان كل الناس بتشغل اداره الاعمال زي ما انت قلت دلوقتي، بالتالي لو خدت شهاده متميزه من جامعه متميزه في اداره الاعمال هقدر الاقي وظيفه في اي مكان. ده التفكير السائد عند الشباب. المعيار ده ليه نقطتين اساسيتين جدا. اول حاجه يعني اكيد مش هدرس حاجه مختلفه وانا مش حاببها، يعني اكيد انا مثلا مش خريج تجاره اروح احضر ماسترز في الهندسه. لا، الفكره في ان انت حابب حاجه انت حاببها وتحاول تدور على تخصص تكمل فيه ويكون مختلف تماما عن اللي موجود. تمام. لان التنافسيه عاليه جدا وما يبقاش الافق ضيق على مثلا مكان معين. لا، انا هشتغل في الحته الفلانيه او انا عاوز اشتغل في الحته الفلانيه، ولا لا عشان اشتغل في الحته الفلانيه لازم ادرس الموضوع الفلاني. لا، القصه مش كده. القصه في ان انت لازم تشوف حاجه انت حاببها، ده اولا خارج التابوهات كلها. لازم انت تكسر التابو جواك اولا، وبعد كده تبدا تدور في المجال اللي انت عاوزه وتقدم فيه. دي نقطه مهمه جدا، لان للاسف احنا في ناس كتير عندنا بتحاول ان هي تمشي ورا الموجه بشكل عام. الناس كلها بتحضر ام بي اي فانا احضر ام بي اي. فلا، الفكره مش كده. انت لازم يبقى عندك فكره واضحه وهدف واضح انت عاوز تكمل عليه. يعني انت خلصت الماجستير، طيب هل بعد كده عاوز تشتغل؟ هل عاوز تكمل دكتوراه؟ طب لو عاوز تكمل دكتوراه عاوز تكملها في تخصص ايه؟ طب في انهي جامعه؟ طب في انهي دوله؟ طب ايه المعايير المطلوبه في الجامعه دي؟ طب انا هل هقدر ان انا يعني يبقى عندي القدره والمهارات والحاجات الريكويرمنتس اللي هم هيبقوا طالبينها ولا لا؟ كل الحاجات دي لازم تبقى في الاعتبار في الاختيار من البدايه. حلو. حسين يكلمني اكتر في مساله المنح. لو طالب حب هنا يقدم ان هو يجي يتعلم تركيا وياخد منحه من المنح، هل هيتقدم لجامعه بعينها ولا هيتقدم للوزاره نفسها المختصه بشؤون التعليم او بالتعليم الجامعي بشكل عام
اي جهه تحديدا اللي يتقدم لها؟ وكلمني برضو على الجوانب اللوجستيه المهمه جدا لاي طالب، متعلقه بالسكن، بالتاشيره، بالجوانب الاداريه الثانيه المهمه. تمام. هو لو هنتكلم عن المنحه، ففي الوقت الحالي احنا فيه، اذا هنتكلم عن المنح المتاحه، ففي منحتين متاحين. المنحه اللي هي منحه الوزاره، والمنحه الثانيه اللي هنتكلم عليها فاطمه ممكن تتناول الجزء ده، اللي هو المنحه الخاصه بالطلاب المفصولين حاليا في مصر. انا هتكلم عن الجزء الخاص بمنحه الطلاب، بمنحه اليتامى عموما اللي هي منحه الوزاره. المنحه دي يعني ممكن تشمل ايضا المنحه الخاصه بالجامعات، ان انا ممكن كطالب، ده حاجه بسيطه، ممكن ان انا كطالب بشوف الجامعه اللي انا عاوز اتقدم ليها في تركيا، بدخل على السايت بتاعها وابدا اتراسل معاها. يعني مش شرط اكون اتراسل مع الوزاره. هل في فرق بين اللي عايز يدرس في الجامعه ويبقى طالب في الجامعه، واللي عايز يدرس ماجستير ودكتوراه؟ هل في فرق؟ هو مفيش فرق. المنح هو ايا كان، كده كده الشروط ثابته، سواء انا طالب اندر جرادويت او او ماستر او كده، الشرط المطلوب ليا هو ثابت، سواء كنت هتقدم لده او لده. فبالنسبه للمنح الخاصه بالجامعات، مش خاصه بالوزاره او اللي هي خاصه بالحكومه، دي ببدا اتراسل مع الجامعه مباشره، ماليش علاقه بالحكومه وماليش علاقه بالوزاره. بتراسل مع الجامعه، ابدا ابعت لهم اشوف الشروط اللي هم طالبينها متوافقه معايا او لا. غالبا بتبقى الشروط دي متعلقه بال، هي غالبا بتكون نفس شروط الحكومه، بس فكره ان شروط منحه الحكومه بتكون مغطيه حاجات اكتر. يعني مغطيه سكن، مغطيه مرتب، مغطيه التعليم كله، اللي هي منحه الدراسه، منحه الجامعه ككل يعني. لكن منحه الجامعه زي محمد اتكلم عنها من شويه، اللي هي فكره ان هو ممكن يكون مغطي لي جزء منها، 25% او 50 او 75، على حسب الجامعه او حسب هما هيقبلوني على ايه. ففكره ده الجزء الخاص بمنحه الجامعه. لكن الجزء الاكبر في المنح هو الجزء الخاص بمنحه اليتباء او الوزاره، اللي وزاره التعليم العالي هنا، الحكومه نفسها، وزاره اللي هي الحكومه، منحه الحكومه. وبالتالي انت لما بتيجي تقدم، بتقدم لو عايز تقدم على منحه الحكومه، بتقدم لها في نقطه مهمه على الوزارة. في التوقيت، التوقيت الخاص بالجامعات ده مش ملتزم بتوقيت، او بيفتحوا في توقيتات اكتر، ممكن 4 أو 5 مرات في السنه. كويس. لكن منحه الحكومه اللي هي منحه اليتامى بتكون مرتين بس في السنه. ودي نقطه مهمه جدا، لان الناس كتير بتسال في النقطه دي، اللي هو عايز يقدم يجي يسال بعد الباب التقديم ما قفل. لا، هو منحه الماستر والدكتوراه الاثنين بتبدا في شهر 3، شهر مارس، بتبدا من 1 مارس تقريبا لاخر الشهر، شهر كامل مده التقديم. والناس اللي بتتقبل بتبعت لهم على الايميل بتاعهم ميعاد برانديفو في شهر 4 تقريبا غالبا. لكن هو السنه دي خاصه في مشكله في مصر بالذات، الناس اللي قدموا وما اتبعتلهمش لحد دلوقتي. حابب بس اطمنهم ان هو كده كده لازم يترد عليك، سواء اتقبلت او اترفضت. يعني طالما ما اتبعتلكش، هو يبقى انت لسه ملفك ما طيب. ما تبصش عليه. هل الجامعات هي اللي بتوفر السكن للطلاب، او لو اللي هيقدم على منحه من خلال الحكومه هتوفر له الحكومه سكن وهتوفر له تاشيره، ولا الوضع بيبقى عامل ازاي؟ النقطه اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي فكره التقديم، الميعاد اللي هي شهر 3 للماستر دكتوراه، وشهر 5 مايو اللي هو لشهر لطلاب الاندر جرادويت. تمام. النقطه اللي هي بتكلم عنها عن التاشيره، التاشيره مش نقطه مهمه جدا، لان انت طالما اتقبلت في المنحه فانت اوريدي خلاص طلع لك تاشيره. كويس. مجرد ما انت بتقدم بس الباسبور وصوره الباسبور وصوره وخلاص، بيطلع لك تاشيره. التاشيره مش مشكله خالص. السكن طالما اتقبلت، المنحه بتوفر لي، يعني ممكن نتكلم الاول على الشروط قبل القبول. يعني الشروط زي ما قلنا، اللي هو لازم يكون ليك تقدير كويس. هو المنح التركيه الخاصه بالوزاره تقريبا كاتبين 75% بالنسبه للجامعات عموما، ما عدا كليه الطب تقريبا بيقبلوا من 90. هل في فرق بين الكليات العامه وكليات جامعه الازهر، ولا لا هو الازهر؟ في ناس كان سأل عن النقطه دي تحديدا. لو جامعه الازهر، هي سواء جامعه ازهر او ان انا خريج من دوله عربيه، سواء سعوديه او غيرها، لان النقطه دي بالذات في ناس كتير بتسال عليها، ازهر او ان انا خريج سعوديه او ايا كان، سواء الشهاده بتاعتي معتمده في وزاره التعليم بتاعت مصر وخلاص. لان اصلا لما باجي اقدم ورقي لازم يكون مصدق من الوزاره ومن الخارجيه، فطبيعي ان انا شهادتي معترف بيها. تمام. فما عنديش اي مشكله من الجامعه او المدرسه اللي انا متخرج منها. بالنسبه للتقدير، التقدير لازم يكون عالي، هما شروطهم 75%، لكن فعليا مش كده، هو اعلى بكتير. تمام. يعني بدا يرفع من سنتين جيد جدا، ممكن يوصل لامتياز. طيب. بالنسبه للماستر وهكذا. فكره طالما اتقبلت بقى، بتكلم عن ان المنحه اللي هي، احنا لما بنتكلم عن منحه يتبقى يعني الحكومه، ماليش دي علاقه بالجامعه دلوقتي. هم بيصنفوني، او زي ما قلنا بيختاروا لي تنسيق الجامعه اللي انا هروحها دي. ببدا اما بوصل تركيا بروح اقدم ورقي فيها، لكن بدايه تاشيرتي
وسكني ومرتبي وكل الحاجات دي الحكومه هي المسؤوله عنها مش الجامعه. تمام. فانا اما بتوصل بيكون ليك مرتب ثابت كل شهر تقريبا بيكون 550 ليره للطلاب الاندر جرادويت، والماستر الماجستير بياخدوا 800 ليره والدكتوراه 1100 ليره اللي هو زي ما تقول بدل معيشه يعني. مرتب ثابت انت بتاخده كل شهر تصرفه من البنك عادي. بيوفر لي سكن زي نظام المدن الجامعيه في مصر. بتختلف من سواء كان السكن ده تابع لجامعه او مقاطعه معينه، اذا كانت المقاطعه دي بعيده شويه او كويسه فبيكون السكن ظروفه احسن من ما اذا كان في منطقه شعبيه او كده. فاطمه كلميني اكتر عن القرار اللي الحكومه اخذته، تكلميني عن تفاصيل اكتر بشكل مبسط ممكن عشان قدر الطلاب يفهموه، لان حتى في ناس بدات تشكك في ان القرار ده دقيق ولا مش دقيق الخاص بتسهيل دخول الطلاب المصريين والسوريين للجامعات التركيه. هو بس تم التعديل عليه بشكل كبير، لكن هو القرار كان طلع من الترم اللي فات بالظبط من بعد ما الاحداث بدات في مصر. القرار كان طلع وفعلا الناس قدمت واتقبلت فيه، لكن اتقفل تاني باب التقديم وتم بقى فتحه المره دي بشكل بقى يعني حطوا له شروط بقى واضحه وكده. فالقرار ده هو خاص بالطلبه اللي متسجلين فعلا في جامعه في مصر وهيقوم عمل تحويل للجامعه هنا مش للطلبه الجداد، يعني مش للطلبه الخريجين الثانوي وعايزين يبداوا يخشوا جامعه من هنا، لا هو للطلبه اللي حصل عندهم اي ظرف سواء اتفصلوا او سواء هم اصلا عايزين يجوا يدرسوا هنا بس يحولوا من الجامعه بتاعتهم في مصر لهنا، فهو ده خاص بيهم. القرار بالظبط بيقول ان هو اي طالب عايز يحول لنفس التخصص ده، مش هينفع ان انت تغير التخصص بتاعك انت في سنه ثانيه سواء كنت في سنه اولى او سواء كنت في سنه رابعه، مش فرق المرحله اللي انت فيها، فانت تقدر تقدم. الشروط بسيطه جدا، هم ورقتين بالظبط اللي انت بتحتاج تجيبهم من الجامعه، ورقه اسمها بيان الدرجات، انت تجيب بيان درجات بالظبط بالمواد اللي انت درستها طول السنين اللي فاتت، والورقه الثانيه اسمها وصف الدرجات وصف المواد، توصيف بالظبط لكل المواد اللي انت اخذتها درست فيها ايه. الورقتين دول بتجيبهم بتخش بتقدم في اي جامعه هنا سواء كانت حكوميه او سواء كانت خاصه، لا تقريبا الجامعات الخاصه لا هي الجامعات الحكوميه فقط، بتقدم فيها في اي وقت في السنه سواء في الترم الاول او في الترم الثاني او في اي وقت من في خلال الترم. مفتوح التقديم، ده حاجه جديده في القرار الجديد ان هو مفتوح التقديم طول شهور السنه بس، وبيتم، لكن ده طبعا مش معناه ابدا ان هي منحه، هو انت بتبقى على حسابك الخاص، انت بتدفع مصاريف الجامعه. الجامعات الحكوميه هنا زي ما قال محمد 1000 دولار تقريبا في الترم بالزبط. يعني 2000 دولار في السنه تقريبا بالظبط، يعني لكن ما يعادل حوالي 14000 جنيه. يقدر يجيب منحه في ال 14000 جنيه دول ولا من الجامعات الحكوميه؟ لا الجامعات الحكوميه ما بتديش منحه بالظبط، هي فهو بيبقى على حسابك. يقدر حتى ان هو يقسمهم يدفعهم على اكتر من من وقت ولا لازم؟ لا لا الجامعات الحكوميه لازم بتدفعهم كاملين وبتدفعهم يعني على مره واحده دفعه واحده ما ينفعش تقسطها. الحاجه الثانيه وطبعا ده مش المصاريف بس، في الحياه هنا وفي المواصلات وفي الايجار الغالي، مفيش سكن، في سكن الجامعه تقدر تلتحق بيه كطالب عادي، لكن عموما انت المتكفل بكل المصاريف بتاعتك. الحاجه الثانيه ان هو بيقدر ان هو خلاص بشكل عادي بيتخرج من هنا وبيقدر بعدها يخلص الجامعه بشكل طبيعي. في حالات كتير جت دلوقتي ان الطلبه اللي هم اتفصلوا من الجامعه والجامعه ما رضتش تديهم الورقتين دول. فالحكومه التركيه عملت لدول كمان حاله خاصه، بس بيروحوا في مدن بعيده شويه زي غازي عنتاب وزي حران وزي مدن بعيده شويه عن اسطنبول، وبيدرسوا هناك بالظبط، بيدرسوا هناك كطالب خاص، هم حتى سموها سبيشال ستودنت، بيروحوا يدرسوا هناك لكن مش بياخدوا شهاده التخرج غير لما يجيبوا الورقه. انا عايز ابعد شويه عن مساحه التفاصيل القويه اللي جوه الدراسه في تركيا وطبيعتها، احنا اتكلمنا عن جزء كبير من جدا منها، واحنا حتى بنحاول من خلال البرنامج بتاعنا ان احنا نتواصل مع الوزير المختص او حتى احد المسؤولين المختصين عشان خاطر يدي معلومات اوفر وتفاصيل اكتر، وخاصه ان في حالات استثنائيه كتير جدا انت ذكرت منها حاله، عشان خاطر يقدر يجاوب على الاسئله الملحه للطلاب. لكن انا حابب ادخل معاكم في مساحه ثانيه بقى اللي هي المساحه الشخصيه. انتوا من اول ما جيتوا هنا في اسطنبول اكيد في كل واحد فيكم ليه مواقف صعبه بشكل كبير، في مواقف طريفه جدا قابلته، ازاي قدرتوا تتعاطوا مع الحياه وتنسجموا معاها وتتماشوا معاها؟ في منكم ناس جايين من فترة طويلة من القاهرة وفي ناس جايين من فترة قليلة، لو كل واحد فينا يحكي لنا تجربته الشخصية بقى اللي هي بعيدة تماما عن الدراسة. لا ابدا بيك يا محمد.
والله يا محمد هو يعني انا مش عارف، هو في تفاصيل كثيره جدا، لكن انا بالنسبه لي هيبقى العنوان العام ان انا عندي بارير اساسي وبارير اللغه. انا درست باللغه الانجليزيه في مصر وهنا، فانا ما اهتمتش نهائي بدراسه التركي، وحتى الكوميونتي المصري بتاعنا كوميونتي لطيف، يعني انا احنا والشباب صحاب وكده، فبنتقابل كل يوم على القهوه بنخرج، فالواحد ما كانش بيحتاج كتير باتراك، فمش بيحتاج اللغه. والشعب التركي للاسف هو شعب معتز جدا بلغته. للاسف ان هو معتز بلغته بزياده على اللزوم، يعني هو بيعتز بلغته لدرجه انه بيعطل اي تواصل تاني. يعني انا مثلا لا انجليزي ولا عربي بالزبط. بشكل مكسر انا دراستي انجليش وكلنا بندرس بالانجليزي والمحاضرات بتبقى بالانجليزي، انما اول ما نخلص الكلاس ونبقى قاعدين مع بعض الشباب كلهم فجاه عليهم بيقلبوا تركي. طب يا جماعه باليورم، يعني انا مش فاهم اي حاجه، يعني اتعلم يا محمد وكده. فانا كان العنوان الرئيسي عندي كان هي المشكله في اللغه التركيه. كويس. انما بشكل عام وبشكل مجمل هو في اختلاف عن الثقافه المصريه الاصيله اللي احنا متعودين عليها، ولكن في حاجه يا محمد بتحسها هنا في البلد انت كنت مفتقدها في مصر، هي ودي تخليك تحب البلد. يعني هي مساحة حرية احنا ما كناش شفناها قبل كده، يعني حتى انا بعد الثورة حتى لم ارى هذه المساحة من الحرية، انت حر انك تعمل اي حاجة. فهذا الجو من الحرية المطلقة ده كان بالنسبة لي نقلة، يعني انا ما عشتوش قبل كده. بتحس بانسانيتك اكتر؟ طبعا، ايا كان ما ستفعله ما دام مش بيضر غيرك فانت حر انك تعمله. حرية مطلقة غير مقيدة. انا عندي بعض الاعتراضات عن هذه الحرية، وممكن بقى الشباب يكلموا اكتر عنها، ولكن في الاخر خالص انك تصل بدرجه معينه من الانسانيه انك ليك الحريه انك تعمل اللي انت عايزه، اللي انت حابه تعمله. احكي لنا عن مواقف طريفه وخاصه مع اللغه التركيه. انا عندي مشكله مع اللغه كبيره، يعني انا بدات اتعلم تركي، انا مش مجبر ان انا اتعلم تركي، انا درستي بالانجليزي اصلا، فبدات اتعلم تركي من باب ان انت زي ما قلت المصريين اجتماعيين، فانا لازم اتعلم تركي عشان اعرف بقى اتكلم مع الشباب وكده. فللاسف كنت بروح، فكنت زي صنهاوي كده مش بهتم خالص باي حاجه ومش بذاكر ومش عارف ايه، فرحت لغايه ما جيت في يوم كان اول يوم المدرسه تطلب مننا ان احنا نقرا قطعه. كويس. فالتركي فيه ميزه انه يقرا كما يكتب، يعني انت اللي بتكتبه بتعرف تقراه. فطبعا انا مسكت الورقه كده، انا مش فاهم كلمه من المكتوب، يعني انا مش فاهم كلمه، بس هو في كلام مكتوب وفي صوره على جنب كده، صوره سلطان ومش عارف ايه. فهي الابله تقول لي اقرا يا محمد. طب مصممه يعني لازم انا اي حد تاني من زمان؟ لا اقرا. فطبعا مصري بقى والفهلوه المصريه، طيب الصوره سلطان يبقى احنا هنتكلم عن التاريخ. قلت بقى فعل بالي، طيب انا هقرا المره دي قطعه مش خليها تسالني تاني بقى. فمسكت القطعه كده وقفت فيهم خطيبا وتقمصت روح اردوغان. تمام. قعدت اقرا بقى. هفيف كافالتي يا بيوروم، بوتيت السوميت السوجوك يا بيوروم. طبعا الناس كلها بتضحك، انا حاجه ده انا مش فاهم هم بيضحكوا ليه، انا بقرا اللي مكتوب والناس بتضحك. يا جدعان بتضحكوا على ايه؟ خلصت قطعه، المدرسه عماله تضحك نص ساعه متواصله، ف واقف محرج والعيال كلها بتضحك. طب هو في ايه؟ طب حد يفهمني انا عملت ايه غلط يا جدعان، انا بقرا صح اهو واديت بقى وانفعلت في القراءه مش عارف. تمام. فقالت لي محمد انت فاهم حاجه اللي انت قريته؟ يعني تركي طبعا، هو تركي. ايوه يعني بنتكلم عن ايه؟ سلطان تاريخ والسلطان مش عارف. قلت لا حبيبي، ده احنا بنتكلم عن يوم في حياه ممثل كان في مره من المرات مثل دور السلطان. فانا بقى اللي انا وقفت قدامهم، انا كل يوم بصحى الصبح بفطر فطار خفيف بتاعي، وبعد ما بخلص الفطار باكل طماطم وبطاطس. ده ترجمه اللي انا كنت بالتركي. بقوله بالتركي بس بقى بانفعال، يعني ايه خطبه حماسيه صماء عصماء والكلام يعني لا يحتمل ده. طبعا من بعدها ما رحتش تاني ولا اتعلمت تركي ولا عتبت الكليه تاني. فاطمه كلمينا اكتر عن تجربتك الشخصيه هنا. هو تركيا تعتبر بلدي الثانيه من ساعه ما بدات اتعلم تركي، وانا ومن اول مره جيت فيها تركيا من 2009 تقريبا، وانا حبيت البلد بشكل غريب وبطلت احس بالغربه فيها من طول الفتره، او من التعود من انا اصحابي كلهم هنا سواء اتراك او سواء مصريين، وخلاص يعني الواحد ما بقاش بيحس بالغربه قوي هنا. فهو زي ما قلت لك هي دي بقت بلدي الثانيه وخلاص اتعودنا عليها. عندك مواقف؟ للاسف عندي. للاسف. للاسف. شكلها فظيعه ومريعه. يعني هي تجربه مؤلمه للاسف، ويعني اثرت فيا فتره ورجعت بسببها مصر فتره، وما كنتش عايزه ارجع هنا تاني. ايه هي؟ هي كانت من اكتر من سنه، من سنه بالظبط او يعني من سنه وزياده حاجه بسيطه، ساعه الاحداث بتاعه التقسيم. احداث جازي بارك كلنا عارفين. كان هم كان فيها مظاهرات على اردوغان بالظبط. كان فيها مظاهرات ضد اردوغان او ضد الاسلاميين بشكل خاص.
فالناس كانوا بيبداوا، هما ما كانوش بيتظاهروا في تقسيم بس، يعني هما كانوا معتصمين في تقسيم وكانوا بيتظاهروا بقى في انحاء اسطنبول او في انحاء تركيا كلها. بيخرجوا بالليل بقى بالحلل والغطيان الحلل على البلكونات ويبداوا يخبطوا نص ساعه او ساعه متواصل. يعني كانت حاجه مزعجه وكانت حاجه يعني مخيفه بالنسبه لي ان انا كطالبه اجنبيه هنا لوحدي. فالموضوع كان مخيف شويه وكان مقلق. لكن منطقه سكني منطقه امنه، هي منطقه الفاتح، معروفه ان هي منطقه يعني فيها اسلاميين كلهم وناس محجبين وناس طيبين، يعني ما كانش فيه مظاهرات هناك بشكل كبير او بشكل ملحوظ. فانا كنت نوعا ما مرتاحه. اهلي قلقوا وكلموني قالوا لي طب ارجعي يعني تعالي فتره لغايه ما الموضوع يهدف. انا قلت لهم لا، ايه انا في امان يعني، كان عندي امتحانات وقتها. المهم في يوم خرجت، كنت في الجامعه وراجع من الجامعه الساعه كانت 7 تقريبا، كان نهار كنا في الصيف. وماشيه في الشارع سبت اصحابي خلاص، سلمنا على بعض ومشي، وانا ماشيه في طريقي لوحدي، يعني الطريق بتاعي كان مختلف عنهم. فطالعه مطلع هنا، الشوارع اسطنبول معروفه، اي حد جه اسطنبول عارف الشوارع بتاعتها ان هي طالعه ونازله. فالشارع لبيتي طالع شويه كتير، فانا وانا طالعه فيه بتعب، وانا طالعه عماله افكر على يمين على شمالي سور سور مستشفى معروفه، وعلى يميني محلات وكل المحلات قافله. فانا عماله افكر هو المحلات قافله ليه؟ يعني انا بدات اقلق، الدنيا يعني خلاص الدنيا بدات تظلم شويه شويه، مفيش حد خالص في الشارع. وكانت لسه صاحبتي تركية حكيالي يوميها الصبح ان هي اتنين تلاتة اتعرضوا لها وحاولوا يخلعوها الحجاب. من الشباب دول؟ من الناس بالظبط من المعارضين. فقصه البنت دي جت في دماغي وانا وانا طالعه الطريق ده، جت في عقلي وعمال افكر كده، وانا حصل لي دلوقتي كده هعمل ايه؟ حصل لك؟ فتقريبا يعني الفكره تحولت لواقع فجاه، وحوالي 50 60 شخص خارجين من ممر وبقى ماسكين غطيان الحلل، بنات واولاد. مش محجبين طبعا كلهم، ويعني خارجين بقى بالغطيان وعمالين يهتفوا ضد السوريين. ان هم احنا مش عايزين السوريين في البلد وان احنا زهقنا، وطبعا ضد اردوغان. ففجأة لقيت واحدة فيهم بتشاور عليه، والحقوا دي واحدة سورية معدية. فأنا وقفت صممت مكاني. يعني السوريين اللي في كل بلد كده. بالظبط. وقفت في مكاني أنا ولا عارفة أطلع، لأن الشارع صعب، لو مش هجري مش هلحق، ولو نزلت هقع. فالمهم إن أنا خلاص استسلمت وقلت أنا هقف. وقفت وظهري للسور الكبير بتاع المستشفى، وهم قدامي وعملوا حواليا دايرة. أنا واقفة يعني خلاص أنا مش هقدر أجري، كمان شايلة اللابتوب على ظهري خلاص، يعني هو أنا هيضربوني بقى هيقتلوني وما هيعملوا فيا حاجه. استسلمت تماما وقلت الشهاده وقلت خلاص يعني هم هيقتلوني. حصل ايه بقى في الاخر؟ مفيش، بداوا يشتموا فيا، وانت سوريه وامشي من هنا، وانت اللبسه ده عار علينا، يعني احنا مش موافقين على اللبسك ده. وبداوا فعلا يعني بيحاولوا ان هم كانوا البنات، يعني اكتر حاجه ألمتني ان هم كانوا بنات اللي بيحاولوا. استمر الموضوع ده كتير؟ الموضوع ده استمر حوالي 10 دقائق. بعدين؟ بعدين واحد جاري، كان دي كانت منطقتي، جاري طلع بعصاية، هو كان تركي برضو هو واصدقائه يعني. طلعوا وخرجوني منهم ووصلوني لغاية البيت. طبعا كنت يعني واعتذروا لي. ما اعتذروا ليش، هم خرجوا ووصلوني، هم اتضربوا هم كمان، يعني حصلت مشادة جامدة منهم وبين بعض، وإزاز اتكسر وحاجات، الموضوع كان خناقة كبيرة. تاني يوم انا خلاص كنت منهارة وعايزة ارجع مصر. رحت للأستاذ الدكتور بتاعي في الجامعة المسؤول عن رسالة الماجستير بتاعتي، ويعني راجل كان متاثر جدا وقال لي يوميها كلمه يعني اثرت فيا جدا. قال لي انت بالنسبه لدول شريط احمر، الشريط الاحمر اللي بيبقى قدام التور الهايج اللي هو مش شايف هو عايز ايه، هو بس عايز يوصل للشريط الاحمر ده ويأذيه باي طريقه. فهم مش قاصدينك انت. اعتذر لي بشكل خاص وانحنى قدامي، يعني الموقف كان مؤثر جدا بالنسبه لي. وقال لي تعالي عندي البيت، وانا كنت عارفه بناته يعني. وفعلا وصلني لغايه المطار ورجعت مصر ساعتها. لكن بشكل عام كبنت مغتربه بتحسي بامان لما بتمشي في شوارع تركيا هنا بشكل عام، ولا الموضوع بيبقى مزعج بالنسبه لك خاصه في الفترات فترات الليل بشكل عام؟ لا مفيش، يعني ما تعرضتش ابدا لاي موقف فيه تضييق زي الموقف ده. كنت مفيش هنا حاجه زي مصر، مفيش تحرشات، مفيش. صنهاوي ازيك؟ احكي لنا هنا عن تجربتك الشخصيه. خلاص، هو كتجربه شخصيه وكان انا شخص هدرس باللغه التركيه وجاي تركيا لاول يوم، يعني ده اول موقف حصل معايا في اول يوم، فالموضوع كان صعب شويه وكان صادم. لدرجه ان انا برضو كنت مقرر تاني يوم الصبح ان انا ارجع تاني فعلا يعني. تقريبا الناس اللي بيقرروا ان هم يمشوا تاني يوم دول بينجحوا، دول اللي بينجحوا بيطولوا، دول اللي بينجحوا. انت قررت ان هم بينجحوا؟ قررت ان انا انجح. كان الموقف ان انا اما وصلنا المطار كانت الطياره تقريبا واصله هنا 11:30 بالليل،
فده ما كانش لسه يعتبر متاخر يعني. فالمنحه بتكون مخصصه لنا زي اتوبيس صغير كده بيوصل كل واحد مننا المكان السكن بتاعه، لان احنا ما بنعرفش نتكلم تركي وما نعرفش الاماكن لسه. فكان حظي ان انا اخر شخص تقريبا وصلت السكن بتاعي، هو نفس الاتوبيس بيوصل كل الناس بالدور وانا اخر واحد تقريبا وصلت، لدرجه ان كان في بنت معانا اجنبيه بدات تعيط اصلا كده. فما وصلت السكن كان تقريبا الساعه 3 الفجر. طبعا وصلت ما فيش غير الجوفانيك اللي هو الحارس بتاع السكن، ما بيتكلمش غير تركي، وانا مش عارف هعمل ايه. طب هتواصل معاه ازاي؟ ده يعني خلصت في الاخر ان هو قدرت افهم منه ان هو خد مني الباسبور وقال لي اطلع نام في اي اوضه دلوقتي والصبح تعالى خد الباسبور عشان تبدا تسجل تاني. ده اللي فهمته من كان واحد بيتكلم انجليزي مكسر كده، كان من الناس اللي بيوصلونا. ففتح لي الاسانسير وطلعني لطريقه الدور الرابع، قال لي ادخل اول اوضه. فدخلت اول اوضه انام، دخلت اول سرير نمت وخلاص. صحيت الصبح طبعا، انا هو قال لي تعالى الساعه 8 الصبح، انا كل شويه بصحى ابص في الموبايل الساعه 8 بقت 9 مش عارف اقوم اعمل ايه يعني. انا نايم مكاني بس مفتح مش قادر اقوم مش عارف اعمل ايه. ففجأة لقيت واحد صاحبي من مصر بيكلمني يشوف بيطمن عليا شو عملت ايه كده مش عارف ايه. فانا بكلمه لقيت شخص من اخر الاوضه بيندهلي ويقول لي تعالى انت مصري. فالشخص ده طلع محمد اللبان. محمد اللبان. من ساعتها احنا اصدقاء يعني، او احسب ذلك. احسب ذلك يعني مش متاكد يعني. يعني ربما نستمر ربما ما نتوافقش يعني. يا عم يا فكان ده اول موقف. الراجل ليه فضل عليها طبعا، ساعدني جدا في التسجيل في السكن وفي الجامعه. الجامعه بعيده طبعا السكن، ما كنتش اعرف، مواصلات صعبه وكده. فطبعا حابب اشكره يعني. من اصدقائك هنا كلهم مصريين بس صراوي ولا؟ لا لا طبعا ليه دلوقتي. انت قلت لي قبل الحلقه ان انا مش ناوي ارجع مصر. انا قلت كده لمصر امي يعني مصر. لا طبعا انا راجع انا راجع راجع. لا هو طبعا ليا اصدقاء كتير دلوقتي ليا من طبعا من مصر اكيد ليا اصدقاء عرب. اتجوز من تركيا وخلاص؟ لا لا مش ناوي اتجوز من تركيا. مصر مصر هي امي فعلا فعلا. انا حاسسني ليا اصدقاء من دول عربيه، من ليبيا، من تونس، من الجزائر، من فلسطين، من المغرب. كويس يعني قادر تتعايش. طبعا. وليا اصدقاء من دول ثانيه، من دول البلقان ومن دول باكستان وافغانستان وغيرها يعني. بلقان. مركز في البلقان. دول اولاد مش بنات يعني. حظنا سيء للاسف. طب محمد اللبان عايز تقول حاجه كمان؟ واضح هو كان في موقف بسيط بس في المطعم. حصل معايا في المطعم ان هو كنت عايز اطلب بيض بالجبنه، ده كان بعد ما اتعلمت تركي كمان يعني في وسط الكورس. طلبت جبنه، كنت عاوز اطلب بيض بالجبنه، فبيض بالجبنه يعني كشر لي بايني كشر لي كشر لي كشر لي يمرتا كشر لي يمرتا. ده يعني بيض بالجبنه؟ بيض بالجبنه. فبدل ما اقول له كشر لي يمرتا قلت له كشر يمرتا يعني بيض بالسكر. وقعدت اكررها، الراجل يعني يبص لي باستغراب انت بتقول ايه يعني. يعني الحمد لله عدت على خير يعني. الحمد لله خدنا البيض. كمل يا محمد. والله يعني انا بقالي هنا فتره يعني اكتر من سنتين تقريبا هنا، وموضوع اللغه بالنسبه لي عامل لي قلق كبير يعني، لان انا برضو هنا معظم الناس اللي اعرفهم يعني اما اجانب فبنتكلم بالانجليزي معظم الوقت حتى في الجامعه وكده. فيعني في احدى المرات، في مره كنت داخل مطعم كافيه وبتاع اول ما جيت يعني، فهنا لما تحب تنده على الويتر اللي شغال بتقول له بكار مسند. لما تحب تنادي على اللي شغال جوه عشان تطلب اوردر يعني، فبتقول له بكار مسند. بكار مسيز مسند مسند يعني ايه؟ يعني لو سمحت بص لي يعني. هو هنا ده مسند مسند. تركيا حاولش. فالمهم فانا بدل ما اقول له بكار بكار مسند قلت له بكار مسند. يعني بكار مسند انت متجوز يعني؟ الفتحه والكسره دي تبهدل الدنيا. طبعا بص لك بشكوك. المشكله ان هو كان راجل كمان يعني، لو كانت واحده كان الموضوع يبقى اهون شويه. ف يعني هو فعلا في موضوع اللغه بشكل عام هنا يعني ده بس كسره وفتحه بس كده يعني. على طول يعني. وبرده مثلا في منطقه هنا اسمها مجديه كوي. فانا اول ما كنت بتعلم فاصحابي بيقولوا لي انت ساكن فين؟ انا كنت ساكن جنبها يعني. بقول لهم ساكن جنب مجدي كوي. فانت بتقول بالمصري بتاعك عارف.
فهنا لا اللغه فعلا لا، ولازم تنطق الكلام زي ما هو بينطقوه بالضبط. يعني مثلا لو انت رايح الفاتح لو قلت له فاتح مش هيفهمك، لازم تقول له فاتي، يعني فاتي. هو لازم تنطقها زي ما هم متعودين عليها بالضبط. فده يعني عامل قلق كبير في 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 نطق الكلام حتى نفسه يعني. بس بشكل عام الغربه صعبه. يعني الواحد بيحاول يصبر نفسه، بيحاول يعني الواحد هنا بيدرس. امتى هترجع؟ امتى هترجع مصر تاني؟ والله المفترض ان شاء الله اخلص الماجستير يعني خلال السنه الجايه ان شاء الله. بحاول بعد كده ان انا الاقي اكمل دكتوراه. بس بصراحه بحاول اشوف بقى خطوه تانية يعني قدام. ممكن في انجلترا او في امريكا. يعني علميه ولا اجتماعيه؟ لا علميه. علميه حتى الان يعني، لان بياخدوا خطوات اجتماعيه المفروض تليها بقى ان شاء الله يعني. وبعد كده ان شاء الله نرجع مصر باذن الله يعني. تمام. انا بشكركم شكرا جزيلا. انا استمتعت كتير جدا باللقاء، كان مليان معلومات بشكل كبير جدا، اضافه حتى لتجربتكم الشخصيه في تركيا. اشكرك شكرا جزيلا. محمد حجازي بيدرس في ماجستير في اداره التطوير. مصر مستنياك تطورها كلها ان شاء الله باذن الله. اشكرك كذلك فاطمه سعد، بتنهي منحه الماجستير في التاريخ العثماني في جامعه اسطنبول. واشكرك كذلك الحسيني الصنهاوي بيدرس اللغه التركيه. وغالبا امتى تخش المنحه بتاعتك؟ انا في المنحه اوريدي، بس ان شاء الله هبدا في الماجستير يعني خلال شهرين ان شاء الله. خلال شهرين هيبدا في ماجستير في المحاسبه والمراجعه في جامعه اسطنبول التجاريه. واشكرك كذلك ايضا محمد اللبان بيدرس منحه ماجستير في الاعلام الجديد في جامعه قدير هاشم. اشكركم شكرا جزيلا. شكرا لك طبعا. ان شاء الله باذن الله بعد سنه كده نلاقيكم بقى خلصتوا الماجستير وبداتوا في الدكتوراه. محمد هتكون اتجوزت عشان خاطر تعكس الايه بتاعت المهندس اللي ما بيتجوزش ده. ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل الى ختام الجزء الثاني، لكننا ما زلنا مستمرون معكم. معنا في الفقره التاليه فقره فنيه بالكامل، كونوا معنا حتى نشاهدها سويا. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث من برنامجكم على المقهى في حلقاته الخاصه التي نذيعها لكم من اسطنبول في تركيا. معنا في هذه الفقره الفنيه مالك نور، وهو فنان سوري احد الشباب الواعدين الذين يعني استمتعت انا شخصيا وفوجئت بصوتهم اثناء الدندنه حتى قبل بدايه الحلقه. اهلا وسهلا بك مالك. اهلا وسهلا بك. بدايه قبل ما نبدا يعني كلمنا عن امتى جيت تركيا. طبعا الكل يعلم الوضع في سوريا، وهو وضع مؤلم لكل عربي وكل مسلم مخلص لهذه القضيه ومخلص للشعب السوري اللي هو ليه حتى افضال علينا احنا كمصريين لما شارك معانا في 6 اكتوبر. الله يكرمك. والله بسم الله الرحمن الرحيم، اتيت تركيا من تقريبا جديد كثير يعني من تقريبا اقل من شهر يعني 20 يوم تقريبا الي بتركيا. كنت قبل هيك بعمان بالاردن، ويعني جيت تركيا من تقريبا 20 يوم، مقيم حاليا ب حديثا مع الاصدقاء. اي والله 20 يوم يعني بس. والحمد لله رب العالمين. والله تركت سوريا بدها دعاء. يا سيدي الله يفرجها. يعني تركناها مثل ما بتعرفوا، انا اصلا من دمشق، من منطقه تحديدا حرستا، منطقه ثائره يعني. نسال الله النصر للمسلمين في كل مكان في مصر وفي سوريا. تمام. طبعا احنا في لحظه تاريخيه ما سابقا كان في وحده ما بين سوريا ومصر. نتمنى كده ان شاء الله باذن الله ان الوحده دي ترجع مش بين سوريا ومصر، بين الامه العربيه يا رب كلها. يا رب ان شاء الله. ندخل مباشره بقى في الموضوع، عايزين نسمع منك بدايه. نبدا بحاجه لها ارتباط بالاجواء اللي بنعيشها دلوقتي، اجواء الرمضانيه الرائعه. ان شاء الله حاجه منك قبل ما ننتقل بقى الى الفن السوري والمصري ان شاء الله تعالى. نجاك قلبي خاشعا ولساني الله. نجاك
قلبي خاشعا ولساني يا عالما بالسر والإعلان يا عالما يا حفظت محمدا وحبيبه في الغار يا ذا الجود والإحسان فرج كروب المسلمين يا فرج كروب المسلمين جميعهم واحفظ علينا واحفظ علينا نعمة الإيمان. الله 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 يبارك فيك. الله ما شاء الله عليك ملك الله. ملك أنت هل لك يعني مشاركات سواء من خلال فرقة، هل ليك تسجيلات، هل ليك أي حاجة في الإطار ده؟ والله كنت أنا بالأردن يعني أعمل بالحفلات، حفلات مناسبات مهرجانات، سواء على مهرجانات للثورة السورية أو مهرجانات بأي مجال يعني، ولكن مهرجانات على المستوى الملتزم يعني وليس الفن الآخر، الحمد لله رب العالمين. وانتجت اوديو وحيد حاليا، واحد بس بس ان شاء الله قريبا ان شاء الله تعالى ان شاء الله بعد الحلقه دي تنتج ان شاء الله الله كريم يعني. فانتجت اوديو اسمه اغنيه اسمها حلوه شمسك، عن البلاد العربيه، تحكي عن الامل بالاوطان. خلينا ندخل بقى للمصري، الفن المصري. المشاهدين عندنا معظمهم مصريين، نعم. لازم نرضي بقى الذوق المصري بالنكهه السوريه. تمام، سمعنا بقى حاجه كده طرب القلب. القلب يعشق كل جميل، القلب يعشق كل جميل، ويا ما شفتي ويا ما شفتي جمال يا عين، واللي سادة بالحب قليل قليل، والدم يدوم يوم ولا يومين ولا يومين، واللي هويته اليوم دايم وصاله هدوم، واللي هويته اليوم دايم وصاله هدوم، ما يعاتب اللي ولا في طبع الأم، ما يعاتب اللي توه
ولا في طبع اللوم واحد ما فيش غيره ملا الوجود نوره دعاني لبيته لحد باب بيته وما تجلى لي وما تجلى لي وما تجلى لي بالدمع ناجيته بالدمع ناجيته كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه وكان يناديني ويقول مصيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني طوعني يا عبدي طوعنا انا وحدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي مالك حبيب غيري قبلي ولا بعدي انا اللي اعطيتك من غير ما تتكلم وانا اللي علمتك من غير ما تتعلم واللي غديته اليك لو تحسبه بايديك واللي غديته اليك لو تحسبه في ايديك هتشوف جمايلي عليك من كل شيء اعظم سلم لنا سلم لنا سلم لنا تسلم سلم لنا لنا الله. جميل جدا يا مالك الله يخليك تسلم 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 جميل الله يسلمك طبعا انا مش قادر افصل نفسي عن المشهد الرائع اللي انا شايفه في اسطنبول وعبق التاريخ اللي مليان المكان والجو الرومانسي الشعير اللي احنا قاعدين فيه دوت والصوت الجميل ده هذا سر الصوت هذا سر الصوت سبحان الله نعم صمت مكان جميل صمت في حرم الجمال جماله اي والله ان شاء الله يا رب هيك الله يحفظ هالبلاد يا رب امين يا رب جميع بلاد المسلمين طبعا في بقعة اخرى من بلادنا العربية في 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 طبعا غزه نعم واللي بيحصل في غزه والمقاومه وصمودها الرائع والاسطوري اللي يعني حتى الواحد بيحس ان هو رجع له كرامته رجعت له جزء من كرامته وجزء من عزته ولاول مره كده الواحد يشعر وكان القدس يبتسم غني لنا حاجه بقى كده لفيروز وفي نفس الوقت تكون يعني ولتكن زهرة المدائن نختم بيها معاك انا مش عارف هل زهرة المدائن حاضرة في ذهنك ولا تغني شيء اخر طيب انا هختم معاك الحلقة وانت بتغني والكاميرا هتطلع بقى على المشهد الرائع اللي وراك شكرا شكرا جزيلا يا مالك مالك نور فنان رائع المبدع الذي سيكون له مستقبل رائع ان شاء الله باذن الله, الله وبعد سنه من دلوقتي نستضيفك في الجزيره مباشر مصر ان شاء الله مره اخرى وتكون في وضع افضل من هذا بكثير وسوريا وبلادنا العربيه والاسلاميه يا رب يا رب تفضل اترك لك المجال الان لاجلك يا مدينه الصلاه اصلي لأجلك يا بهية المساكن يا زهرة المدائن يا قدس يا قدس
يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي، عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي.